النهارده هعمل معاكم الفستق الكداب والبندق الكداب واللوز الكداب، الحاجات الجميله دي اللي احنا بنحتاج نزين بيها الحلويات والنواعم. كلنا عارفين طبعا ان اسعارها بقت غاليه جدا، علشان كده النهارده انا انزل لكم بدايل انا متاكده ان هي هتعجبكم، طعم وريحه وشكل حاجه كده من الاخر. قبل ما نبتدي وصفتنا ما تنسوش تدعموني بلايك وشير للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوا في قناتي يسعدني ويشرفني تنضموا لاسرتنا الجميله. كل يوم بنزل لكم وصفه جديده بطريقه سهلة لو سريعه واقتصاديه، وتعالوا بينا يلا نبتدي على طول. هحتاج النهارده لربع كيلو من السوداني، السوداني ده اللي هو سوداني الحلويات بيكون متحمص ربع تحميصه بس، ما تجيبوش السوداني اللي هو بيكون متحمص تحميصه كامله، لان احنا كده كده هنحتاج ان احنا لازم نحمصه. بعدين هنستخدم الكبه، ولو مش عندك كبه ما تغلبيش نفسك، انت ممكن تدقي الحاجات دي وتكسريها. المهم هنحطهم في الكبة، وخلوا بالكم من نقطة مهمة، احنا مش هنفرمهم ولا هنطحنهم، احنا بس بنضربهم كده ضرب متقطع اللي هو بنشغل ونفصل نشغل ونفصل علشان الفول يتكسر لكن ما يتطحنش. انا مش محتاجة ان الفول يكون ناعم زي البودرة. هو ده الشكل اللي احنا محتاجينه، بيكون متكسر لكن مش ناعم زي البودرة، علشان يبقى شبه الفستق او البندق او اللوز اللي بيكون متكسر كده اللي احنا بنزين بيه. لو متكسرش السوداني بالشكل ده وكان فيه شوية مثلا حجمهم كبير، ممكن ناخدهم ونعيد طحنهم تاني وبنفس الطريقة اللي هو الضرب المتقطع. المهم في النهاية ان احنا لازم يكون الشكل زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة التانية اللي احنا هنعملها دلوقتي، هنجيب طبق فاضية وهنضيفي ملعقتين كبار من المية، مية عادية من الحنفية يعني، ولا هي سخنة ولا اي حاجة. وبعدين هنضيف عليها لون غذائي، عارفين الوان الجل دي اللي احنا بنستخدمها برضو في الحلويات، الالوان دي بتكون صحية، وخلوا بالكم ان هي بتكون الوان مركزة جدا جدا، يعني احنا بنضيف كم نقطة كده قليلين علشان ميبقاش بس اللون اخضر غامق زيادة عن اللزوم. وبنحتاج لون غذائي اصفر، انا ما بيكونش عندي غالبا يعني لون اصفر، فبضيف سنة بسيطة كده من الكركم، ما تكتروش كتير علشان ما يغطيش على طعمه برضو. وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. ودلوقتي تعالوا بينا نشوف احنا عايزين نعمل السوداني النهارده بنكهة اللوز ولا البندق ولا الفستق. هنجيب حاجة كده بتكون متوفرة عند العطار اسمها روح البندق او اسانس البندق، لو انتوا حابينه طبعا بنكهة البندق، لو حابين بنكهة اللوز او الفستق هتجيبوا يا اما اسانس الفستق يا اما روح الفستق. الحاجات دي بتكون عند العطار زي ما قلتلكوا، واسعارها رخيصة على فكرة، يعني العلبة دي اللي انا حطيت منها ممكن تكفي اكتر من كيلو وربع من السودانية، سعرها رخيص، انا مش فاكرة بصراحة يعني اذا كانت بخمسة جنيه او عشرة جنيه. المهم انا هاخد منها ملعقة واحدة بس كبيرة على كل الكمية اللي انا هعملها النهاردة دي، اللي هي ربع كيلو من السودانية. هقلب السوداني كويس مع السوائل اللي انا ضفتها دي، وبعد ما هقلبهم كويس كده ويختلطوا تماما هسيب السوداني في الخلطة دي دقيقة واحدة بس لغاية ما يتشرب السوائل. وبعدين هروح على البوتاجاز وهحط طاسة وهستنى لما تسخن خالص، وبعدين هنزل بالفستق او اللوز او البندق زي ما اتفقنا يعني بالنكهة اللي انتوا حاطينها. هقلب فيهم كده على نار هادية، اهم حاجة ان النار لازم تكون هادية جدا جدا على اوطى حاجة عندك، علشان انا محتاجة اني بس احمص الفول ده علشان يتشرب من السوائل اللي فيه ويديني النكهة اللي انا ضفتها، اللي هي سواء ريحة البندق مثلا او اسانس البندق، ده اذا انتوا حابينه بطعم البندق. لو بطعم الفستق او اللوز هنجيب زي ما اتفقنا الاسانسات اللي باسم الحاجة اللي انتوا عايزينها. هقلبهم كويس لغاية ما تحسوا ان هو بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما فيهوش اي سوائل، وهتسمعوا صوته طبعا وهو بيتحرك في الطاسة. لازم نوصل للمرحلة دي اللي هي ميبقاش فيها ولا نقطة من السوائل اللي احنا ضفناها، علشان المكسرات دي ما تفسدش معاكم بسرعة، علشان تبقى مدة صلاحيتها طويلة. خلاص كده هم نشفوا تماما وبقوا متحمصين وزي الفل، هو ما بياخدش وقت خالص على فكرة، وخلوا بالكم النار لازم تكون يعني واطية خالص على اوطى حاجة. بعدين هاخدهم من الطاسة وحطهم في طبق علشان برضو لونهم ما يغمقش، بيكون بالشكل ده طبعا شبه الفستق بالظبط، يعني مش هتفرقوا عنه. وزي ما قلت لكم ما تكتروش الالوان، علشان الوان الماجيك دي بتكون مركزه جدا عشان ما يبقاش اللون غامق معاكم تتضايقوا.
هنسيبه في الطبق كده لغاية ما يهدى خالص، وبعدين نبتدي بقى نستخدمه سواء في الحلويات أو في تشكيل النواعم زي البيتي فور أو اللانكشاير أو السابليه، بيبقى بالشكل الجميل ده. ممكن تلزقه طبعا بالمربى أو بالشوكولاتة، شكله لذيذ جدا جدا على فكرة في الطبيعة. ممكن بقى نستخدمه في تزيين الكنافة أو الجلاش أو بلح الشام، الحاجات الجميلة دي اللي احنا بنستخدم فيها المكسرات. ازاي هنحافظ على المكسرات الجميلة بتاعتنا دي؟ هنستنى لما تهدى خالص، يعني تبقى باردة، ونحط الكمية دي في كيس أو في علبة ونحتفظ بيها في درج التلاجة، هتقعد معانا لأطول فترة ممكنة من غير ما طعمها أو ريحتها يتغير. لو وصلت لغاية هنا بشكركم من كل قلبي، ما تنسوش تفرحوني بلايك وشير الفيديو. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم جدا.